مع أصوات طلقات رصاص الثوار العرب على متن القطار الحجازي، لحظات أعادتنا إلى ماضي أصيل، ماضي أعاد الأمجاد إلى السكة الصحيحة، أحداث البعض كان شاهد عليها والآخرين تشبعوا منها من خلال الكتب والقصص من الأجداد. انطلقنا في قلب الصحراء بين الجبال الرملية في جولة تم تنظيمها للمشاركات في مؤتمر قائدات الطائرات العرب في رحلة عبر 1916، واللي بتجسد بعض أحداث ومشاهد للثورة العربية الكبرى والعثمانيين. صهي الخيول ورصاص بنادق وإبل ورمال صحراء أضافت واقعية عالية الجودة، أشعرت الحاضرين بثورة عربية كبرى ثانية في جميع تفاصيلها اللي شهدناها، إلى الوصول للأسر والمقايضة لتحرير الأسرى آنذاك. من قلب الصحراء، من وادي رام، من وادي القمر اللي أطلق عليه علماء الجيولوجيا هذا الاسم، الشركة الأردنية لإحياء التراث نظمت رحلة عبر عام 1916 بحضور 75 قائد طيارة من 24 دولة مختلفة. بدنا نشوف شو رأيهم بأحداث الثورة العربية الكبرى اللي تجسدت أمامنا بخلال هذا اليوم. خلينا نشوف. كابتن وعد الدوسري، انت جيتي من البحرين، بدي اعرف شو رايك برحله عام 1916 بالاشياء اللي شفتيها، بالاحداث اللي شفتيها اليوم اللي جسدت الثوره العربيه الكبرى. امانه اللي شفناه كان شيء جديد علينا. انا درست بالاردن بالعقبه نفسها، بس اول مره اشوف شيء هيك. يعني كثير انبسطنا واستمتعنا، كان قمه الروعه. طب شو رايك بالمكان بشكل عام؟ زرتي من قبل؟ ما زرتي من قبل بوادي رام؟ يعني قبل كانت اول زياره لي، وكثير كثير يعني مبسوطه بهاي الزياره. كابتن سمر العران، اهلا وسهلا فيكي. حضرتك اول كابتن اردنيه وعربيه تقطع المحيط الاطلسي، بدي اعرف عن تجربتك بهذا الموضوع، وبدي اعرف شو رايك باللي شفناه اليوم، احداث الثوره العربيه عام 1916 اللي تجسدت امامنا، شو رايك فيها؟ بداية بدي أحكي عن تجربتي أنا كطيار. كانت عام بديت أنا الطيران عام 1975، لكن قطعت المحيط الأطلسي كان عام 1984 عن طائرة الترايستار L-1011. بالنسبة لي كانت رحلة عادية، بس العالم اهتم فيها كتير، لأنه بهداك الوقت ما كان في بنت مسلمة بتقدر تطير لوحدها بدون محرم، فكان الموضوع صعب عليهم يتقبلوا أو يفكروا فيه. لكن زي كل سيدة عربية بتكون رائدة في مجال ما، إنه المفروض نفتح المجال للفتيات اللي بيجوا بعدينا، والصعوبات كلياتها نخففها عليهم. هذا إشي بيشجع السياحة بالأردن، وهذا إشي كتير مفخرة إلنا نحنا، إنه ننوع أنواع السياحة من علاجية لثقافية لترفيهية لتاريخية. كل أنواع السياحة موجودة عندنا، حتى السياحة الدينية واللي هي من أهم السياحات، والسياحة هي بترولنا بالأردن. أنا بتمنى إنه هذا الوفد ينقل لبلاده، ولكل واحدة من أي منطقة إجت تنقل لبلادها إيش اللي حصل معاها، سواء بالودرم بالعقبة، إن شاء الله بكرة بالبتراء وبمعجبة وبعمان، ينقلوا الفكرة الحلوة عن الأردن، إنه نحن بلد فيها سلام وأمان، والناس مبسوطة وعايشة، مش زي من الأفكار اللي عم بيحاولوا يعطوها إنه منطقتنا منطقة غير آمنة. كابتن تالا حينا، أهلا وسهلا فيكي. يعني أنت لسه رحلتك مستمرة، بعدك عم تدرسي الطيران، بدي تحكي لي كيف استفدتي من وجودك اليوم مع كل هالكباتن اللي حوالينا؟ صراحة تجربة كتير حلوة، وما تخيلت أني أتعرف على هالقد عدد كبير من female pilots، يعني من كل دول العالم، عندهم اكسبيرينس صراحه كثير كبيره. صراحه كاردنيه كثير كنت فخوره انه فرجيناهم قد ايه حلو وادي رم، وزي المشهد التمثيلي اللي عملوا لنا اياه على القطار، وكيف كانت الثوره العربيه الكبرى، وكيف اجوا الفرسان على الخيل وجابوا علم الثوره العربيه الكبرى، كثير حلو كثير، حتى هم كثير انبسطوا وتفاجئوا. يعني كابتن هريتا من الهند،
كانت اليوم هي رهينة في رحلة عام 1916. بدي أسألها وأشوف شو رأيها بالتجربة اللي عاشتها خلال هذا اليوم. First of all, I was very freaked out when it first happened. The gunshots went off and I was wondering what's going on. And I think everyone was very confused and no one had an idea what was going on. And then suddenly someone just pulled my t-shirt from the back and put me in a car and just drove off. So the whole experience was one of a kind. You know, very realistic. Everyone put in their best. At the end of the, you know, at the end of the whole play, I guess we found out that it was actually a drama, but it was very realistic, and everyone did a great, great work. طيار علي طوال، بدي أعرف منك أكثر عن الجمعية وعن تعاونكم مع شركة أحياء التراث الأردني. احنا جمعية غير ربحية لنساء الطيارين، تأسست عام 1929 باي إيميليا إيرهارت اللي هي ذا فيرست بايلوت القطعة المحيط الأطلسي، واختفت ولهلا ما حدا بيعرف وين اختفت أو شو سبب اختفائها. سمينا 99 لأنه لما إجت جمعت كل نساء الطيارين بأمريكا اللي هي وين الهيد كوارترز تاعونا، إجت بس 99 طيار عليها، طبعا أنثى طيار، فا اجت بس 99، فذاتس واي اسمنا صار 99. لو بدنا نحكي الفيدباك اللي لهلا اخذتيه من الطيارين الموجودين معنا، الكباتن الموجودين، شو ممكن توصفي لنا اياها عن الفيدباك؟ ما حدا قادر بحكي، كل حدا قاعد عيونهم بلمعوا مبسوطين. رحله عبر 1916 التابعه للشركه الاردنيه لاحياء التراث هي احد المشاريع التنمويه الرياديه اللي بنفذها صندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه في المحافظات، واللي بتامن فرص عمل للمتقاعدين العسكريين من ابناء المناطق المستهدفه. يذكر ان الشركه الاردنيه لاحياء التراث تاسست عام 2010 بهدف اعاده تجسيد واقع الحضارات اللي تعاقبت على ارض المملكه في المناطق الاثريه والسياحيه من خلال تنفيذ عروض وفعاليات في كل من البتراء ووادي رم والشوبك، للمساهمه في جذب السياح ومخرجي الافلام والاعلاميين ورجال الاعمال من مختلف دول العالم. احمد الكيلاني، رؤيه.